بنية المناهج الجديدة على تنمية تنشيط دور المتعلم وتنمية قدراته العقلية والحركية لكي تساعده على بناء معارفه وتنمية مهاراته. لذلك كان لابد على الزميلات والزملاء في الميدان التربوي أن استخدام طرائق وأساليب جديدة تدريسية وأساليب تقويم حتى نصل إلى الهدف من هذه المناهج. يعني الحامل الأساسي لهذه المناهج هم الزميلات والزملاء في الميدان التربوي. لذا كان هذا الاستهداف للزميلات والزملاء المعلمين والمدرسين للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، الصفوف التي تم استهدافها في وضع المناهج والكتب المدرسية الجديدة. ورشة تأتي في إطار تطبيق خطة التدريب بما يتوافق مع المناهج المطورة للعام 2017-2018. طبعا وقت بصير أي تطوير للمناهج هناك في خطة تدريبية ومادة تدريبية خاصة بالأطر التعليمية لتمكين المعلمين من حسن تنفيذ المناهج في الميدان. وهذه الورشة تستهدف المدرب يعني المدربين المركزيين لتمكينهم من المادة التدريبية للأطر التعليمية، وأيضا لتمكينهم من آليات التدريب وآليات قياس التدريب مع المدربين المحليين.